اليوم صعب، بتالي علينا كلنا. مش عارفة اقولك ايه الموضوع، هي صعب، بس هو كان اخ وصديق واب، واتمنى اللي هو ابتداه احنا نكمل. مفيش غير البقاء لله، ومفيش شك مصر خسرت مصباح من المصابيح المضيئة في الفن والثقافة، ويعني ما ظنش اللي بيروح بيتكرر تاني. فربنا يصبر أخته ومراته وعائلته كلها وبنته وكل أهله يعني، والطلبة والتلامذة والناس اللي ألهمهم سنين طويلة، يعني اللي هو كان أستاذهم اللي هم حزان عليه جدا جدا وباين عليهم. في بقول طبعا ربنا يرحمه ويجعل مثواه لنا ان شاء الله يا رب، ويدفنه فسيح جناته، واحنا يعني هنفتقده طبعا جسدا، ولكن هو روحه بينا، واخلاقياته والشياكه في التعامل والذوق والاخلاق يعني اكيد اتعلمنا منه كتير قوي. ربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه. دكتور عبد المنعم كامل الله يرحمك، وبطلب من كل حد بيشوف دلوقتي الكلمه اللي بقولها لك، انت كنت أستاذي ومعلمي وأخويا، بطلب من كل حد يقرأ لك الفاتحة ويقول الله يرحمك وربنا يجعله في ميزان حسناتك، وإنت في دار الحق وإحنا في دار الباطل، لا إله إلا الله لغاية ما نتقابل. الله يرحمه ويحسن إليه ويحن عليه، هو حتة جميلة جدا، هو فعلا في دار الحق واحنا في دار الباطل، وربنا يرزقه برزق الاخره كله، لان هم بيبقوا احياء عند ربهم يرزقون. دكتور عبد المنعم كامل، ام مايك، لما كل الناس كلها كانت بتناديه في الاوبرا، عايزه اقول لكم ان عاشرته سنين طويله، سنوات طويله جدا، لان كنت بقدم برنامج في الاوبرا، فكنت مقيمه لمده اكثر من حوالي 11 12 سنه في الاوبرا، فكنت بشوفه بيحضر البروفات، وكنت بشوفه هو بيقدم للاوبرا عايده في كل الاوبرات اللي كان بيشارك فيها، انسان فنان. عايزه اقول انه ما فيش حد دخل الاوبرا وما حبش كامل، ما فيش حد دخل الاوبرا وما تاثرش بيه، ما فيش حد دخل الاوبرا وما حبش انه يتاثر بيه سواء كانسان او كفنان. احنا بنقول انه كل اللي بيعملوا بالاوبرا عارفين قيمه عبد المنعم كامل، اعتقد انه هيبقى دايما معانا وفي وسطينا، واذا كانت صورته موجوده من ضمن مسكوا الاوبرا، فاعتقد انه اكتر كمان هو مش مجرد صوره على الحيطه، لا هو اصبح له تلاميذ، وبالتالي كل تلامذته عارفين دور وتاثير عبد المنعم كامل في حياتهم، واعتقد ان هو ادى كتير جدا سواء كراقص في البدايه، كبعدين راقص الباليه، ثم بعد ذلك كمخرج وكمدير الاوبرا. الله يرحمه، وبدعو كل تلامذته انه فعلا يعني في اعمالهم في افعالهم في فنهم في باليهات اللي بيقدموها يوضحوا قد ايه مدى تاثير عبد المنعم كامل عليهم.